مع الحركه الاوربيكولاريس اوكيولاي ماسل، او مع ان احنا العين تقفل او يحصل اي اكسبريشن بالعين. يبقى دول الثلاثه دايناميك رينكلز المشهورين، ولازم نتكلم دكتوره دي نفينا تشرح بعد كده ايه السيف بوينت اوف انجكشن للرينكلز دي، ان احنا مش عايزين الرينكلز دي تختفي تماما، او مش عايزين نعمل باراليسز للماسلز دي كلها علشان ما تديناش الويرد لوك، او ما تديناش اللوك اللي هي شكلها ان ناتشرال، ان ده الثين لاين اللي احنا بنستخدمه في البوتولينيوم توكسين، واللي هنحاول نوصل المعلومه النهارده ازاي ان احنا نقلل الدايناميك رينكلز من غير ما يحصل اي ان ناتشرال. يبقى الثلاثه اللي احنا قلناهم، الثلاثه رينكلز المشهورين قوي الديناميك رينكلز اللي بتبقى موجوده، مسؤولين عنهم جروب اوف ماسلز الفرونتاليس والكوريجيتر سوبر سيلياي والبروسيرس والاوربيكولاريس اوكيولاي. يبقى دول اربعه ماسلز. زي ما احنا شايفين الماسلز دي موجود منها ان هي ان ريليشن لبعض، مش كل ماسلز لوحدها، في كونكشنز ما بين الماسل دي كلها. ومع فهو ده هدف المحاضره الثانيه بتاع الدكتوره نيفين، ان هي تشرح ازاي نقدر نحقن المصل من غير ما ناثر على المصل اللي جنبها او المصل الموجوده وذ ريسبكت للديفيوجنز اللي بيحصل البوتولينيوم توكسين، فنقدر يبقى عندنا سيف بوينت، عارفين ان انا لو استخدمت انجكشن في المصل بالبوينت دي ما يحصلش ديفيوجنز للمصل اللي جنبها في الاخر، فبالتالي اخد انديزايرد اكشن او انديزايرد لوك. المور ادفانس بوتولينيوم توكسين ده مش هنتكلم عليه النهارده، اللي هي الاسيمتريك سمايل، الجامي سمايل دكتوره رحاب هتكلم عليها، النيزل كرانش انا هنتكلم برضو عليها شويه صغيره، بس ده هيبقى ادفانس. احنا عايزين نركز النهارده على البيزكس والابر ليب رينكلز اللي بتبقى مسؤوله نتيجه الاوربيكولاريس اورس ماسل. البلاتيزمال بانز دكتوره رحاب هتكلم عليها في الميزو بوتوكس، وهي والنفرتيتي نيك ليفت والكورنر اوف ذا ماوس والتشين ديمبلينج، دي كلها حاجات ادفانس هنديها ان شاء الله في الكورس اللي بعد كده بتاع الادفانس والميدل. هنتكلم عن البوتوكس بتاع اللور فيس ان ده بيبقى ادفانس، ما بحبش ان احنا نبتدي بيه. لو احنا هنبتدي نشتغل بوتولينيوم توكسين نشتغل في الابر فيس لغايه ما نبقى متمكنين جدا، وبعد كده نتكلم في البوتوكس بتاع اللور فيس. دي برضو حاجات النو ستيب اليفيشن والبراو شيبنج، دي كلها برضو حاجات ادفانسد، بس هنتكلم نقطه صغيره قوي على البراو شيبنج مع الدكتوره نيفين في السيف بوينت، وانا برضو هشرح الابلايد اناتومي سنه كلمه صغيره عليها، بس احنا برضو النهارده بنركز على الحاجات البيزك جدا. هي دي الماسلز اللي احنا شايفينها، دي الماسلز بتاعه الابر بارت اوف ذا فيس. زي ما احنا شايفين انا عندي الفرونتاليس، انا عندي الفرونتاليس موجوده، هنلاقيها ان الفرونتاليس ريليشن مع الاوربيكولاريس اوكيلاي مع البروسيرر مع البروسيرس ومع الكوريجيتر سوبر سيلياي، الاربعه ماسلز ان ريليشن ببعض. يعني انا لو حبيت احقن الفرونتاليس لازم احقنها في حته معينه علشان ما يجيش ديفيوجنز على الكوريجيتر ولا على البروسيرس ولا على الاوربيكولاريس، فلازم نعرف كل ماسلز فين بالظبط وهحقنها فين. ان انا مش عايز ابقى انا بحقن الفرونتاليس وانا مش عايز احقن الكوريجيتر فيجي الديفيوجن على الكوريجيتر، فلازم اعرف كل ماسل بالظبط موجوده فين بالظبط وايه ريليشن الماسل اللي بعدها. هناخد اول حاجه هبتدي بالكوريجيتر. الكوريجيتر بتطلع ايه؟ الكوريجيتر ماسل دي ايه فايدتها الاول؟ الكوريجيتر ماسل فايدتها ان هي بتعمل بتخلي الايبراو ينزل داونوردز وميديالي، فبتبقى مسؤوله على الفراون داونوردز وميديالي. طيب لو انا هتبقى داونورد وميديالي، هي بتطلع من السوبرا اوربيتال ريدج وبعد كده يبقى بتطلع من السوبرا اوربيتال ريدج طالعه من بون فيري ديب، وبتبقى حصل لها الانسرشن في الانر بارت بتاعت السكين، في الديب بارت بتاعت السكين عند الاي براو، يبقى هي طالعه ديب. يبقى انا بعد كده لو بتتغطى بالفرونتاليس، لما هنشوف في الصوره اللي قبلها بتتغطى بالفرونتاليس. يبقى انا لو انا عايز احقنها، انا عايز اعرف ان انا عشان احقنها لازم احقنها ديب علشان اوصل ليها من الاوريجن بتاعها ديب من السوبر اوربيتال ريتش، وما احقنهاش سوبرفيشال. لو حقنتها سوبرفيشال هيجي البوتولينيوم توكسل على الفرونتاليس ماسل اللي مغطيها. يبقى انا في البوينت دي هحقن ديب. ليه بحقن ديب؟ علشان انا عايز اتارجت الكوريجيتر لوحدها.
يبقى احنا هنقول، انا هقول الدكتورة نيفين هتقول السيف بوينت فين، وانا هقول هنحقن ليه سوبرفيشال وهنحقن ليه ديب. احنا هنا بنحقن ديب علشان الكوريجيتر طالعة من السوبرا اوربيتال ريتش وعاملة انسيرشن في اللور بارت بتاعت السكين بتاعت اللي عند الاي براو والانر بارت، وانا ومتغطية بالفرونتاليس، فانا عايز احقنها ديب علشان ابقى انا كده وصلت للمصل من غير اي ديفيوجن للفرونتاليس. وخلي بالك وانت بتحقنها دي بتدخل، دي بتدخل زاويه 90 درجه وتحقن، وما تحقنش وانت طالع. يعني اول ما تحس ان انت هتلمس البون تحقن، وبعد كده تستنى شويه وتطلع عشان ما يحصلش ديفيوجنز. الحاجات الصغيره دي هي اللي بتعمل المشاكل بتاعه البوتولينيوم توكسين بتاعه العين تقع او يحصل كلوزر اوف ذا اي ليد او براو توزز. والمشاكل بتاعه البوتولينيوم توكسين لو احنا قدرنا ان احنا نستخدم الاناتومي صح مش هنواجهها خالص. ومشكله البوتولينيوم توكسين از اكستريملي ايريتيتنج فور يو اند فور ذا بيشنت، علشان ذير از نو امبروفمنت اكسبت افتر ذا بوتولينيوم توكسين فيدز اواي، او بعد ما يحصل ان البوتولينيوم توكسين يروح، فالعين هتفضل قاعد انت معاها بالكومبليكيشن 3 شهور لست شهور. يبقى قلنا الكوريجيتر، وقلنا احنا بنستخدم ان هي بتعمل داونوردز وانورد، بتعمل داونوردز وميديال اكشن للاي براو، بتخليه يتحرك داونوردز وميديالي، وبتبقى مسؤوله عن الفراون لاين. وقلنا هنحقنها ازاي. تاني مسل البروسيرس، البروسيرس بتطلع برضو من بتطلع ديب من النيزر، وبتبقى انسيرتد عند النيزر ريتش، بتطلع من الديب من اللور بارت بتاع النيزل ريدج، وبتبقى برضو انسيرتد ديبلي في اللور بارت اوف ذا سكين. والبروسيرس ليها نفس الاكشن، هي بيراميدال شيب ماسل، وليها نفس الاكشن ان بتبولز الاي براو داونوردز وميديال. يبقى انا عندي البروسيرس برضو بتطلع من النيزل بون زي ما احنا عارفين، ومن النيزل بون اللور بارت اوف ذا نيزل بون بتطلع منها، وبتبقى very بتبقى ديب، وبرضو بحقنها ديب بزاويه 90 زي الكوريجيتر. يبقى انا عندي دول الاثنين مسل اللي مسؤولين عن الفراوننج، وهما دول الاثنين مسل اللي انا بحقنهم وبحقنهم ديب. بطلب ان العيانه علشان اعرف فين المسل بالظبط تكشر جامد قوي، وعند هنا الاكشن بتاع المسل، عند الاكشن بتاع المسل بروسيرس اللي هي بتبقى طالعه من عند، بتبقى انسيرتد ديبلي في النيزل ريتش، وبتبقى برضو طالعه من عند بتبقى طالعه من الاورجن بتاعها ديب من عند النيزل ريتش، لازم ان انا احقنها ديب علشان ما يحصلش اي ديفيوجن منها للفرونتالس. الفرونتالس ماسل، ودي اهم ماسل عندنا، هي دي انا قلت لغايه دلوقتي اثنين ماسل مسؤولين على الموفمنت داونز بتاعه الاي براو ميديالي وداونوردز وميديالي اللي هما الكوريجيتور والبروسيرس. وبرضو عندي المسل الثالثة هنتكلم عليها الاوربيكولاريس، برضو مسؤولة عن الكلوجر بتاعة الاي والداون والموفمنتس بتاعة الاي براو. بس عندي مسل واحدة بس هي المسؤولة عن الاليفيشن اوف ذا اي براو، الفرونتاليس. اتس ا بيج بالك مسل، بتطلع من الجالا ابنيوروتيكا، يعني بتطلع من الجالا ابنيوروتيكا من عند الاوكسيبيتال بارت اوف ذا بون، تبقى جايه من فوق عند سكالب، وبتبقى زي ما احنا عارفين المسل بترجع تبقى انسيرتد سوبرفيشال، يعني الاورجن بتاعها بيبقى من عند الجالا ابنيوروتيكا، بتبقى انسيرتد عند اللور بارت، عند الديب بارت اوف ذا سكين اوف ذا اي براو، مغطيه الديب بارت اوف ذا سكين في الاي براو، مغطيه الكوريجيتورز والبروسيرس وبارت من الاوربيكولاريس اوكيلاي مسل. يبقى الاورجن بتاعها بيبقى من الجالا ابنيوروتيكا، الانسيرشن بتاعها بيبقى في السكين بتاع الاي براو، في اللور بارت بتاع السكين بتاع الاي براو، ديب بارت اوف ذا سكين. يبقى الانسيرشن بتاعها سوبرفيشال، والاورجن بتاعها بيبقى من الجالا ابنيوروتيكا، يعني المسل تقريبا كلها سوبرفيشال. عشان كده لما باجي بحقنها بحقنها سوبرفيشال، يعني بحقنها بزاويه 45 او بزاويه او النيدل بتاعتي زاويه 15 او زاويه 45، ان دي مسل سوبرفيشال كلها. طيب المسل بتاعت الاوربيكولاريس اوكيلاي اشكالها مختلفه عند الناس، وبنطلب من العينه تعمل كده. في ناس عندها المنظر اللي احنا شايفينه ده بتاع الاوربيكولاريس اللي هم تو بارت، وفي ناس الفرونتاليس متاسف عندهم بتبقى تو بارت الفرونتاليس زي ما احنا شايفين، وفي ناس بتبقى بارت واحده مكمله مش تو بارت زي كده.
ضروري جدا ان انت تشوف الاكشن بتاعت المسل فرونتاليس العيان قبل ما تحط البوينتس بتاعتك. ليه؟ علشان ما في ناس ما عندهاش الميدل بارت بتاعت الفرونتاليس بتاعتهم مش شغاله، فما تضيعش فيها بوتولينيوم توكسين وتحطه بيبقى عندها المنظر ده. وفي ناس